مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفقرة كل يوم كتاب. اليوم فقرتنا رح بحكي عن كتاب سان أوغستان الإديسيون سوب فيلوسوف. الفيلسوف القديس أوغستان أوغستينوس أكيد من الفلاسفة يلي يدرسون باختصاص الفلسفة ويلي بهذا الكتاب ملخص عن كل فلسفة القديس أوغستينوس يلي بتنتقل من الحقيقة لمعرفة الله لكيف نتعرف على الله ومواضيع أخرى ميتافيزيكية ودينية. الجميل بهذا الكتاب هو التفسيرات العميقة لسان أوغستان للقديس أوغستينوس والطريقة يلي كتب فيها الكاتب بهذا الأسلوب يلي دائما كان يرجع للنصوص تبعول القديس أوغستينوس تيبرهن بعض المفاهيم يلي عم يحكي عنها الكاتب. بعتقد من أجمل الكتب الفلسفية حول سيرة ذاتية للفلسفة سان أوغستان من الكتب يلي بنصحكم أنه تقرون.